عليك خوتي المحسن، خوتي المحسنات، من شهر 3 وانا مريضة مليوحة، والحال هو الحال. درتيو جوج قطرات، عاودتيو ثاني، عندي السرطان في المعدة، شاد ليا فم المعدة حتى حاجة ما تهبط، ما كناكل ما كنجرب، لما كنردو دابا مصارني كرمو تعقدو ليا المحسن. أطلب منكم أخو داخل الوطن وخارج الوطن تعاونوا معايا، نمشي على الطبيب باش يعيد مني هادشي، تانا نوقف على رجليا، ما كان وقفش على رجليا، ما كان قدش نبرك. دابا خوتي المحسنين، خوتي المحسنات، لما تعاونوا معايا الله يجازيكم بخير، راه يوم على يوم حالتي كتدهور، ويوم على يوم حالتي كتنقص، وحالة ضعيفة، وكارين ب36. انا اللي كنت خدامه وعندي الدواء غالي والتحليلات غاليين، وكنت خدامه في حمام كندير مساج، كنت هز امي وخوتي. دابا الغالب الله حكم عليا، الله مرض من شهر 3 وانا مريضه، دابا والو لا شيء. مولا الدار قالت لي قوي لي معالي، ما عندي فين نمشي وانا مشبوطه فوق الداري، عندي الوالده مريضه ما كتسمعش. ودابا كنطلب من صاحبي جاني يشوف من عاني ويعاوني، ما كيقولوا لي اختي والو، كنمشي كندير الشيمي، كيمشي لي الدم، كنزيد الدم، كنجي صافي. 110 30000 ريال مع السيروم، حيت كان رجليا تنفخو، جتو من الرباط، شري لي اخويا ب30000 ريال. في 20 غش كاين شبابور لا عندك الراميد ما بغاش يعطيني شهاده السكنه مولا الدار. قالت لك ما نديرش لك التامبر ونقاليزي لك، تجي الضريبه، وكان ندير شري الدم ب36، ربعة الخناشي ب36، دابا راه بقى عندهم خنشة، قال لك ما كاينش الدم، كانوا الناس كونجي. دابا علاش انا كل اللي كنت ترعد ناقص ليا الدم، عندي ولا عندي فقران الدم داك الحاد، ما كنت نوقف. واختي انت كتشوفي كل شيء، الحالة كتشوفوا فيها كل بعينيكم. دابا حنا كارية بالتوصيل، دايره فيها السمية والكنية والثمان، قال لك ما نقاليزيش معاك، انت كتجيني غتجيني الضريبه. دابا منين بغي نناقش هاد السكنه كيقول لي لقاي جيبي الريسيبو مقاليزي، هي كتقول لي ما نقاليزيش لك الريسيبو، عجبك بركي، ما عجبكش خوي. هادشي علاش ما درتش انا الراميد. دابا انا كنخلص بالفلوس، كتنفعني واحد السيده خدوج هي اللي كتعاونني شويه، مره كتجيب لي شي بركه باش كندير الدواء. السلام عليكم اخوتي اخواتي، عاونوني راه مريضة، ما كتاكل ما كتشرب، راه محوطة معلا، والغالب الله ما سبس نادية، ربي هو اللي عاونوني على هالسيدة، بس نوض شوية تمشي على رجليها وتجي على رجليها، راه ما كتاكل ما كتشرب، راه غالب الله هي كارية 36، راه ما فحاليش، وانا كنربحها 8000 ريال، يوم مولا الدار قالت لك خوليا، ما بغاتوش تخلصوني خولي، وانا ما عندي فين نمشي، ما عندي فين. كانت معاونة ليا، هي كانت خدامة، هي اللي كانت تخلص، هي اللي كانت تسير، الغالب الله